ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأيضا أسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذا بداية لاحظنا حالة ترقب للندوة المرتقبة خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا يوم الخميس، ندوة جاكسون هول التي تضم العديد من يعني الرؤساء البنوك المركزية. كيف تؤثر على مسار التعاملات في أسواق العملات وتحديدا ما هو المتوقع من هذا الاجتماع؟ صباح الخير. بالفعل هذا الاجتماع سيكون أحد أهم الأحداث المرتقبة لهذا الأسبوع، وذلك لأن هذا الاجتماع يضم رؤساء البنوك المركزية في الدول العظمى حول العالم إلى جانب العديد من الاقتصاديين وصانعي القرار المتعلق بالقرارات النقدية والمالية في الدول. هذا الاجتماع في العادة يتم إدلاء فيه تصريحات، وهذه التصريحات قد يشتق منها المتداولون والاقتصاديون معلومات إضافية عن توجهات البنوك المركزية في العالم، والتي منها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. نعم. يستمر الاجتماع على يومي الخميس والجمعة، ويوم الجمعة تحديدا سوف نكون مع تصريحات جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يوضح أكثر للأسواق المالية كيف سيتصرف الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. حاليا الأسواق المالية تتوقع أن يتم رفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل سبتمبر، مقابل احتمال أقل بأن يتم رفعها ب 75 نقطة أساس. تصريحات الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل ستشمل على الأرجح توقعات النمو الاقتصادي وكذلك الوضع الراهن والمتوقع للتضخم، مما قد يعطي فكرة أفضل لتوقعات أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما سينعكس على الأرجح على تحركات الدولار الأمريكي والعديد من الأصول المتداولة التي تشمل الذهب وكذلك الأسهم الأمريكية وغيرها. ومن هنا نستطيع أن نرى مدى أهمية هذا الاجتماع وتأثيره على الأسواق المالية بشكل عام. نعم سركيس، ماذا عن باقي العملات؟ يعني تحديدا هل هنالك بيانات اقتصادية مهمة خلال تعاملات هذا الأسبوع قد تؤثر على أداء اليورو مثلا، الجنيه الاسترليني؟ عن هذه البيانات والتي تستند عليها البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. بالتأكيد هذا الأسبوع أحد الأسابيع المهمة جدا من ناحية البيانات الاقتصادية، وسيبدأ فيض البيانات منذ يوم غد الثلاثاء. البيانات المنتظرة يوم غد الثلاثاء تسمى مؤشرات مديري المشتريات. لتوضيح أهمية هذه المؤشرات، هي أول مؤشرات اقتصادية تصدر وتدل على الوضع الراهن والشهر الراهن في الدول. ستصدر هذه البيانات من منطقة اليورو تشمل فرنسا، ألمانيا، كذلك ستصدر من المملكة المتحدة بريطانيا، وفوق كل ذلك ستصدر هذه المؤشرات لقطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية. اليورو يتأثر بضغط هابط ملموس، وكذلك يفعل الجنيه الاسترليني، متأثران بقوة الدولار الأمريكي. إذا أثبتت هذه البيانات الاقتصادية يوم غد استمرار التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والمملكة المتحدة، فقد نشهد المزيد من الضغط الهابط. أتوقع بالفعل أن نشهد اليورو ما دون نقطة التعادل خلال تداول هذا اليوم أو يوم غد الثلاثاء، خصوصا لو أثبتت هذه البيانات استمرار التباطؤ الاقتصادي. لكن في الولايات المتحدة التباطؤ الاقتصادي قد لا يوصل القطاعات إلى الانكماش، بالتالي قد تكون بيانات مديري المشتريات في الولايات المتحدة داعمة يوم غد للدولار الأمريكي، على عكس اليورو والجنيه الاسترليني اللذان قد ينخفضا خلال تداولات هذا الأسبوع بشكل عام. نعم سركيس، بالعودة إلى التوقعات يعني حول أداء الأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة والقرار المرتقب من الفيدرال الأمريكي، نتحدث عن 50 نقطة أساس هي الأقرب إلى التطبيق، لكن هذا الفرق بينه وبين مثلا البنك الياباني المركزي. لاحظنا استمرار ارتفاع الدولار أمام الين الياباني ويسجل مستويات قياسية جديدة، هل يعني هذه الفروقات بأسعار الفائدة هي السبب الرئيس؟ بالفعل هنالك العديد من الأسباب التي تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي والين الياباني كزوج دولار مقابل ين ياباني، لكن فروقات أسعار الفائدة المتوقعة هي المؤثر الأكبر في تدفقات السيولة ما بين اليابان والولايات المتحدة. فرق عوائد السندات الأمريكية عن مثيلتها اليابانية أمد استحقاق 10 سنوات ارتفع ليصل إلى 277 نقطة، وهذا يعني بأن الأسواق تتوقع وبشدة أن يبقي بنك اليابان المركزي سياساته النقدية على ما هي عليه،
في وقت يرفع فيه الفدرالي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وأيضاً 25 نقطة أساس في الاجتماعين التاليين لشهر سبتمبر أيلول. بالتالي من المحتمل أن يبقى تأثير الضغط الهابط الإجمالي على الين الياباني ليرتفع بذلك الدولار أمام الين، هذا إذا لم تتدخل حكومة اليابان أو البنك المركزي الياباني لإيقاف الانخفاض المتواصل في سعر صرف الين الياباني، ليس فقط مقابل الدولار بل أيضا مقابل سلة من العملات الرئيسية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.